بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح نستعرض معكم فرد جديد من عائلة سماعات الفري بودز، وهو سماعة هواوي فري بودز ستيديو، واللي تعتبر باكورة إنتاجات شركة هواوي من فئة سماعات الرأس أو ما يعرف بالهيد ست، واللي تجي من فوق الرأس دائما. نبدأ بتصميم السماعة، فهو تصميم مألوف طبعا. من ناحية الجمالية فهو جميل وأنيق، وتقدم السماعة أيضا جودة عالية للمستخدم من ناحية الوسائد الجلدية على الإذن أو حتى وسادة الرأس من فوق. وزن السماعة خفيف تقريبا 260 جرام، وتجي باللون الأسود والذهبي، وفيها كذا زر للتحكم. طبعا راح تجد داخل الصندوق أيضا حافظة تساعدك في الحفاظ على السماعة، سواء للتخزين أو إذا كنت مسافر أو أشياء من كذا. السماعة تقنيا تقدم لك كل اللي تتمناه من ناحية جودة الصوت، وتعتمد في عزل الضجيج على 8 ميكروفونات، 6 منها تدعم عزل الضجيج أثناء المكالمات، وتدعم السماعة أيضا وضع الشفافية ووضع الصوت عشان تسمع اللي حولك وانت لابس السماعة. أيضا السماعة فيها عزل ضجيج ديناميكي، وتقدر تتحكم بنوع العزل اللي تبغاه، سواء خارق أو مريح أو عادي. ترتبط السماعة مع كل الأجهزة بمختلف الأنظمة، فمثلا لو جوالك أندرويد تقدر تربط السماعة وتتحكم فيها من خلال تطبيق المعيشة الذكية AI Life، واللي تقدر تحمله من متجر هواوي App Gallery أو تحمله عن طريق الباركود الموجود في دليل المستخدم. بمجرد ما تمسح عليه راح يعطيك رابط التحميل المباشر وتنزل التطبيق. أيضا ترتبط السماعة مع هواتف آيفون عن طريق البلوتوث، وتقدر تربطها بكافة أجهزة الويندوز أو أجهزة الماك. ولكن هنا لازم أنوه على نقطة، انه اذا تبغى مزايا اضافيه مثل نافذه الاقتران السريع او وضع اللعب، هذه ما تظهر لك الا مع هواتف هواوي بواجهه MIUI 10.1 واعلى. تدعم السماعه الارتباط بجهازين معا، التنقل بينهم راح يتم بكل سلاسه، لا تشيل هم من هذه الناحيه. وايضا تدعم اكتشاف الارتداء، فلو شلتها من راسك راح يتوقف اي شيء تسمعه تلقائي. وايضا تدعم السماعه التحكم الذكي باللمس او بالنقر من خلال عدة حركات واختصارات موجودة في التطبيق، أيضا تقدر تتحكم فيها وتخصصها على مزاجك. من ناحية البطارية تعطيك السماعة 20 ساعة مع تشغيل عزل الضجيج، و24 ساعة بدون عزل الضجيج. وأيضا تدعم السماعة الشحن السريع، فلو شحنتها 10 دقائق بتعطيك 8 ساعات استماع مستمرة. أخيرا السماعة متوفرة للشراء الآن بسعر 1199 ريال، وبصراحة السعر يعتبر معقول نظرا لما تقدم السماعة من جودة ومن تقنيات حديثة للمستخدمين. الآن بحط لكم صورة توضح لك كافة مواصفات ومزايا السماعة. الآن وصلنا للنهاية، شكرا لكم على المتابعة، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. تحياتي للجميع.